أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مواصلة لسورة القمر، وصلنا إلى قول الله عز وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتكلمنا في الآيات السابقة عن نوح عليه السلام وما حل بقومه من العذاب من الغرق، وذكر الله عز وجل بعد ذلك من الأم أيضا قصة عاد قوم هود، فأخبر عنهم ما حل بهم من العذاب، فقال: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. فتكلم الله عن تكذيبهم وكيف كان عذاب الله عز وجل ونذر، وقلنا هنا معنى نذر ونذري، فحذفت الياء ونذري. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم، ذكر الله عز وجل العذاب المذكور عليهم، إنا أرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي باردة شديدة البرودة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أي كان هذا اليوم مستمر، نحس مستمر عليهم، نحسه في يوم نحس مستمر. وقيله هذا اليوم هو يوم الأربعاء، وأن يوم الأربعاء يوم نحس، فبعضهم قال أن هذا يكون نحس على الكافرين أو الظالمين، وهو خير وبركة على أولياء الله الصالحين، لأنه نجى الله عز وجل المؤمنين وأغرق وأهلك وأرسل الريح على الظالم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فهي هذه الريح كانت تنزع، تأخذ الإنسان، هم كانوا طوال القامة، فكانت تأخذهم من الأرض، تنزعهم من أصولهم وترميهم وتدفعهم في السماء، ثم تلقي بهم في الأرض فيتكسر رؤوسهم، فيبكوا أجسادا بلا رؤوس كمثل النخل أو النخيل. هو تذكروا أن كانت تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي يعني أخذت من اللي هي تنزع الناس منقعر، يعني ما أخذ من أصله. فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي بهم وإنذاري لهم، يعني هنا العذاب كان أليم شديد عليهم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أيضا ذكرنا شرحه في الآيات السابقة. هذا ما جاء في الآيات عن عاد، نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا في هذا المقطع، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأل الله عز وجل الصلاح والصلاح والنجاح والفلاح والهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يصلح حال المسلمين أيضا في السودان، ويصلح ذات بينهم، ويحل المشكلة هناك، وتحل المشكلة التي هناك، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل بقاع الأرض. ولا تنسوا إخوانكم في بقاع الأرض في كافة، ولا تنسوا إخوانكم في بقاع الأرض، فمنهم المشردين ومنهم اللاجئين ومنهم المضطهدين ومنهم 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 في الخيام وغيرها. فتحرك مطلوب وواجب، وجزاكم الله خير. كنا أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وإذا كان هناك أي أسئلة أو تعليقات فبالإمكان إضافتها في التعليقات، وسوف أجيب عليها في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.